سعادة غامرة والله، اتفضل ودعم للحرية وللجمال وللفن. شكرا أوي. لحضرتك قوي يعني. يعني انا هقول لك على حاجة، اتفضل. هجيب لك قضية دلوقتي محل نقاش كبير في المجتمع. تطوير التعليم. ايوه كلنا قعدنا سنين طويلة جدا جدا نتكلم ونقول عايزين نطور التعليم كويس. ايوه لما دخلنا وبدأنا ناخد خطوات جادة في هذا الأمر، المستقر أو المستقر على مدى ال 40 سنة اللي فاتوا بقى حالة مصرية في 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 مسار التعليم لأولادنا. طب يا جماعة أنتوا بتدخلوا أولادكم مثلا كلية زي، مع احترامي مش عايز أقول أسامي كويس عشان ما حدش يزعل يعني، ولكن بعد كده مش هيبقى في شغل. صحيح. هل أنتوا الهدف منكم أن أنتوا بس تدخلوا أولادكم الجامعة يشتغلوا أو ما يشتغلوش؟ أنت بقى يعني خلصت. ولما نيجي نعمل تطوير حقيقي عشان نبني شخصيه حقيقيه تعرف قدراتها الحقيقيه، تبتدي الناس تقول لك يعني وكأن الدوله ضد ولادها. الدوله، انا بجيب مثال على ايوه على الواقع دلوقتي موجود. انت بتقولي قضيه الاصلاح وتحدياتها. ايوه انا بقى بتكلم على قضيه الاصلاح بس بالمطلق. ايوه عايزه تتكلمي في تعليم؟ ايوه عايزه تتكلمي في صحه؟ عايزه تتكلمي في ايه؟ في اسكان؟ مواليد يعني؟ هو سكان يعني؟ ايوه اتكلم ليه؟ النهارده انا بقول لكم بقالي سنين وقبل لما اتكلم ومن قبل مني ب 20 30 سنه، طول ما في نمو سكاني بالطريقه دي لن تشعروا ان في تحسن في احوالنا. طب الناس هتبقى عارفه ده؟ طب لو عرفت هتعمل ايه؟ فاللي انا عايز اقوله على كل حال قضايا كثيره جدا جدا. صحيح. اديك مثال اخر. لما تيجي تشوف نمو السكاني ده وعمل في 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 الاسكان في بلدنا. ايوه ايه خش يعني، يا ريت في يوم من غير ما اجيك يعني انزلي مره مدينه الامل. نعم. اللي كانت بيسموها قبل كده اسم ثاني يعني. ايوه وامشي في وسط الشوارع وشوفي احوال الناس. ايوه انا بكلمك على مئات الالوف. نعم. ده ايه؟ واحده من 50 60 مدينه زي كده في مصر. نعم. تفتكر المنتج هيبقى عامل ازاي؟ نعم. مش عايز اخد الحلقه منك. لا لا خالص، بنستمع. لا بنستمع لحضرتك. القضايا الكتير انا بتصور القضيه الاهم. ايوه هي الوعي. الوعي، الوعي بقى في مفهومها الشامل. شئت انك تسمي الوعي بالدين. ان الوعي بالدين يعني ايه؟ يعني الناس تبقى فاهمه ان يعني هقول لك كلمه تعبير صعب قوي. كلنا اتولدنا المسلم مسلم والغير مسلم غير مسلم. أيوه. بالبطاقه. ايوه اللي هو ورثها يعني. ايوه ايوه ايوه. ان حد يعرف ان المفروض ان احنا نعيد صياغه فهمنا للمعتقد اللي احنا مشينا عليه. طب كنا صغيرين مش عارفين. طب كبرنا. طب ما فكرت ولا خايف تفكر؟ الله عليك. خايف تفكر في المعتقد اللي انت ماشي عليه صح ولا غلط؟ نعم. انت عندك استعداد تمشي في مسيره بحث عن المسار ده حتى تصل الى الحقيقه؟ نعم. يعني كلام كبير قوي يتقال. ايوه. فاللي انا عايز اقوله اتصور ان قضيه الوعي بمفهومها الشامل، والكلام ده للاستاذ عبد الرحيم وكل الزملاء المبدعين. ايوه. في قضيه مبدعين. بكل باي معنى الوعي بتكاليف الاصلاح. نعم. تكلفه. صحيح. الاصلاح يا استاذ عزه تكلفه هائله. صحيح. يدفعها المصلح. يدفعها ايه؟ المصلح. ولا يمكن. صحيح. أبدا المصلح يكون